يستمر مخيم شباب الأحرار بالتعاون مع طلاب جامعة بغداد بتقديم مأدبة طعام ثواب على روح الشهيد محمد علي مختار. المأدبة اليوم كانت تبرع من طالبتين بجامعة بغداد آية وفاطمة، احنا نشكرهم. واحنا بالنسبة لنا كمخيم شباب الأحرار متواصلين بهذا عملنا، ونقدم هاي المأدبة ثواب على روح الشهيد وعلى روح شهداء ثورة تشرين جميعا. ونشكر حمودي هاي هنا مخيم شباب الأحرار بالتعاون مع فريق واي انفينيتي بالتبرع من طلاب جامعة بغداد، بالتحديد بنات من العلوم آية وفاطمة. نشكرهم جزيل الشكر، ونتمنى من كل طلاب الجامعة أن يتواصلون مع المتظاهرين في ساحة التحرير وتقديم الدعم المعنوي أو المادي أو حتى إن كان الدعم الإعلامي. نشكركم جزيل الشكر، وهذا الطبق راح يتوزع حاليا في ساحة الخلاق. راح تتوزع هاي المأدبة الآن، راح تطلع ساحة الخلاني، ومستمرين بهذا الموضوع. ونشكر فاطمة وآية، ونتمنى لهم التوفيق. عاش العراق ومنه النصر.